يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الخطباء في الجمعة الماضية دعا فقال: اللهم أسقنا بالضعفاء وارحمنا بالشيوخ الركع والأطفال الرضع، هل هذه الباء باء القسم وهل هذا الدعاء جائز؟ لا يجوز، هذا من التوسل إلى الله بذواتهم. لو قال ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع ارحمهم، كن هذا طيب. أما أنه يتوسل بهم ويأتي بالباء، هذا لا يخلو إما أن يكون قسما وإما أن يكون سؤالا بهم، وهذا مر عليكم أنه ما يجوز. نعم.